قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحات، حلقة جديدة بمناسبة عيد الفصح المجيد، حيث تلقى البرنامج اتصالات ومعايدات من عدد من الأباء الكهنة الذين قدموا التهاني لجميع المسيحيين ولمكتب فضائية نورسات في الأردن على جهوده المتميزة في كافة المناسبات. فإلى هناك من وقت عيد الميلاد لا الفصح، إنه هذه بتلخص مسيرة حياتنا الأرضية. نحن لما منخلق كأطفال ومنعيش المسيرة بكل صعابها وبكل مجرياتها بكل التحديات تبعتها زي ما عاش السيد المسيح، فإحنا من وقت عيد الميلاد كريسمس زي ما بحكم عيد الميلاد لوقت عيد القيامة أحد القيامة، هذا بيلخص حياتك أنت، حياتي أنا كمان. المسيح عاش حياة كمان مثل ما أنا كمان عشت بصعوباتها، وعلمني كيف أني أتحدى، علمني كيف أني أثق فيه، علمني كيف أمشي بهالحياة بالرغم من هالمغريات ولا بالرغم من هالتحديات اللي بتواجه كل إنسان بغض النظر على اختلافها. يعني مثلا اللي عاش التهجير المسيح عاش التهجير، اللي عاش الظلم المسيح عاش الظلم، اللي عاش الألم المسيح عاش الألم، المسيح عاش القهر، المسيح عاش الحزن، المسيح بكى على صاحبه مثلا إليعازر، بكى عليه لما مات، بحزن للناس، بحزن للفقراء، بحزن للناس اللي كانت مثلا بتعاني من أمراض ومنبوذين من المجتمع. يعني كلها هذه نحن كمان منواجهها في حياتنا، فعلمنا كيف نمشي بحياتنا وكيف نثق فيه ونضع ثقتنا فيه، وبالنهاية نحن كلياتنا رح نقوم مثل السيد المسيح رب المجد قام من بين الأموات يوم الأحد. فمن يوم عيد الميلاد بتحس إنه هذا ملخص حياتنا كلها. بحب أنوه دكتور على شغلة مهمة حكاها قداسة البابا وركز عليها بأكثر من مرة بزمن الفصح، عن موضوع تحية الفصح، المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. بيحكي قداسة البابا أنه لاحظ بالثقافات المختلفة، هاي ثقافة شرقية. هاي ثقافة شرقية لأنها صارت القصة عندنا بفلسطين، واليهود شككوا وقالوا أنه تلاميذه سرقوه، فطلعت هاي الشغلة ونحن شهود على ذلك تأكيدا على الموضوع. بنحب ننوه دكتورة أنه بما أنه ثقافة يسوع المسيح والمجتمع السائد وقصة الخلاص كلياتها شرقية، وتحيات سواء الفصح أو الميلاد هي تحيات شرقية، فيما بعد اللغة الإنجليزية انتشرت وفيما بعد ترجمت الهاي بهابي إيستر وميري كريسمس. لذلك بنحب إحنا لا أن تكون يعني كثير أولادنا وأطفالنا والأجيال كلها عم بتحيي التحيات اللي باللغات الأجنبية اللي اليوم أخذوا إلها تأويلات وتفسيرات وثنية، وصاروا يحكوا هاي إيستر عشتار الإله والإكس، يحطوا إكس بعدين يختصروها بالضبط. فإحنا بنوجه الأخوة المشاهدين والمؤمنين إنه إحنا تحية الفصح هي المسيح قام، واللي قدامك بيجاوبك حقا قام، وبعيد ولد المسيح فمجدوا الشرقيين بحكوا والغربيين بحكوا هللويا. نحن المسيحيون نؤمن بأن المسيح قائم ودائما هو قائم بيننا. الحدث القيامي لم يحدث مرة في التاريخ كذكرى، وإنما نحن نحيا القيامة بحد ذاتها، لأن المسيح بقيامته قد حررنا من الموت والفناء اللي هو نتيجة خطيئة آدم وحواء، ومن الحالة المرضية اللي احنا ورثناها من آدم وحواء، وبالتالي أعطانا الحياة الجديدة، حتى كما يقول بولس الرسول حتى نسلك في جدة الحياة، أي الحياة الجديدة. والحياة الجديدة هي أن نحيا حياة الله، حياة الثالوث، حتى نصل إلى حالة التألو، حالة القداسة، حالة الاتحاد بالله بالنعمة. وهذا بدل على أنه إحنا بالمعمودية إحنا أصبحنا أبناء الله، لأنه المعمودية هي قيامة المسيح، ونحن نتحد بالمسيح بالمعمودية ونقوم معه، وبالتالي نحن نموت ونقوم معه، وهكذا نحن نسلك في جدة الحياة. هكذا يعلمنا الكتاب المقدس، ويعلمنا أننا نحن أصبحنا أعضاء في جسد المسيح المتأله، نحن أعضاء المسيح، أنتم جسد المسيح وأعضاء وأفراد، يقول بولس الرسول. المسيح قام وليس هو هنا القبر فارغ،
فهذا بعطينا دائما أمل ورجاء. بحكي في إنجيل يوحنا 28، إنجيل في إنجيل يوحنا 21، إنه قام بالجسد. نعم. المسيح أراهم يديه وجنبه، وكمان إنه القيامة هي قيامة حقيقية. وإنجيل متى 28 بيحكي عن القبر الفارغ. هالنقطتين بيعطونا دائما أمل ورجاء إنه هالقبر والحجر دحرج، وبنشبهه كمان في مرات قلبنا بيكون عليه حجر، بيكون مسكر، بيكون في خطايا، في صعوبات، مشاكل. ولكن هالمرحلة، مرحلة الصعوبات والمشاكل، هي مرحلة زي الصليب، هي مؤقتة، والمرحلة اللي هي الأساس هي القيامة. فندعو الجميع لأنه ربنا يعطينا البركة، يعطينا الفرح، لأنه المسيح حكى افرحوا من بعد القيامة، أعطى علامة الفرح. وهالفرح إحنا كمان دورنا أنه ننقله وننشره للجميع. التحية المسيحية في هذا اللقاء، في هذا اليوم، في هذه المناسبة، المسيح قام، حقا قام. اللي بتأكد علينا إيماننا المسيحي، نحن نؤمن بالقيامة ولا نؤمن بالقبر المليء، وإنما القبر الفارغ. نحن لا نؤمن بالجمعة حزينة، وإنما جمعة عظيمة، لأننا لا نتطلع إلى الموت، وإنما ما بعد الموت بقيامة الرب يسوع المسيح. لذلك نهتف، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. نفرح ونتهلل بأنه الرب يسوع المسيح أكمل الرسالة. عندما جاء ملء الزمان أرسل إلهنا الحي ابنه ربنا يسوع المسيح، آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وكمل الرسالة بخلاصنا. يعني على الصليب حملنا ونظر إلى أوجاعنا وأزالها، واليوم احنا منعيش ورقة بيضاء بإيماننا. نعم. القيامة مش اشي سهل. والناس شافت ابنة نايين وابن الأرملة ولعازر الرباعي الأيام، ولكن كان صعب جدا اللي حتى عايشين معه التلاميذ انهم يصدقوا، وطلبوا منه اعطينا آية، فقال لهم ليس لكم آية إلا آية يونان. وهم من عم بيعرفوا عايشين مع تلميذي عمواس اللي بنحتفل فيهم اليوم، بيصاروا مع الرب يسوع المسيح من القدس إلى عمواس، ولم تتفتح أعينهم إلا ما بعد ما كسر الخبز وشكر، تفتحت أعينهم فاختفى من بينهم. اليوم إحنا بدنا الإيمان، الثقة الكاملة بإيماننا بالرب يسوع المسيح هو اللي بيخلينا نعيش هذا الإيمان. بدي أول شيء تحيتكم أنتوا كإعلان، لأنه أنتوا عم بتوصلوا تحيتنا الفصحية لكل أهلنا، لكل شعبنا، إن كان بالأردن من جلالة الملك لمعالي الوزراء، المجتمعين والنواب والأعيان، وهالشعب الطيب. بتعرفي أنا بدي باسم ضبطه، امبارح كنا هيك عم نتواصل مع سيدنا موسى، عيد أهل هالمملكة، عيد كل القيمين عن أنه يضل السلام والوئام هون، ونضلنا عيون على القدس وعلى هالأماكن المقدسة، لأنه من شرقنا عم نحس بأنه النور عم بفيد، الحب عم بفيد، السعادة عم بتفيد، الوحدة عم بتفيد. هيدا كله دكتور ما فينا إلا ما نعطيه كريدت كتير كبير، وأصلا كريدت لجليلته ولهالناس الطيبة اللي بالحقيقة من حوالي 50 سنة مشيوا بهالمسيرة، مسيرة إنه نعيد سوا، نصرخ، نهتف سوا المسيح قام. فرح كبير بالنسبة للكنيسة إنه مشاركة حقيقية ومشاركة فاعلة لمسيحيينا من كل كنائسنا في الأسبوع المقدس. وهذا الشيء بعطينا الإشارة إنه حيوية الإيمان لسه موجودة رغم كل التحديات
اليوم الإنسان المعاصر والمسيحي بيعيشها، ولكن بيضل شعلة الإيمان دائما موجودة، واللجوء إلى مصدر النعمة، إلى العلاقة مع يسوع المسيح المائت والقائم من أجلنا هو شيء أكيد وثابت يعني. فهاي اللي شفنا كثير من كهنتنا يعدوا ساعات طويلة بالاعتراف، وهذا الشيء كمان حلو كثير، وأكيد في نعم ربنا مرقها وربنا خلص فيها أشخاص في هالزمن المقبل.